per raggiungere quello spirito di famiglia che vogliamo che sia una delle caratteristiche principali del Live Meeting, vogliamo presentarvi alcuni dei gruppi che vengono dai paesi più lontani. Adesso vi presentiamo il gruppo che viene dall'Iraq. Marhaba, ana Nuha Anis, مديرة دار العناية الإلهية رعاية المسلمين، مديرة دار المسلمين. أنا من العذار المكرسات في العالم كله. أنا فرحانة كثير بدعوتكم إلنا بين الآباء من رهبنتكم الموجودين عندنا، كثير أحبهم، بيقدموا خدمات كثيرة لهذا البلد، جوي من آخر العالم إلى هذا البلد الخطر جدا، وفرحانين بوجودهم معنا وإحنا هم فرحانين. إن شاء الله نكون معاكم. مرحبا، أنا اسمي ليث، مع زوجتي هبة راح نحاول قدر الإمكان نكون موجودين في هذا التجمع المهم في روما. إحنا طبعا اثنيننا نعلم تعليم مسيحي في هذه الكنيسة. رسالتنا هي نقل بشرى المسيح إلى الأطفال، إلى البالغين، إلى جميع الناس اللي تتعطش لسماع كلمة ربنا. أكيد إحنا متحمسين ومتشوقين للمشاركة واكتساب الخبرة في هذا اللقاء العالمي ونيل بركة الله اللي راح تكون أكيد حاضرة في هذا المكان. مرحبا، أنا اسمي هبة سومر. مثل ما قال ليث، إحنا تزوجنا قبل فترة قصيرة جدا ونعمل بالكنيسة دائما بعطاء، بفرح، بمحبة، بحضور كل الكهنة معانا، معلمين بالكنيسة أكيد، وكثير فرحانين إنه راح نشارك معاكم هاي الخبرة الجديدة بالنسبة إلنا ونعيش معاكم. أكيد نتمنى بأنهم تستفادوا من عندنا ونستفاد من عندكم رغم الأوضاع الصعبة اللي ببلدنا، لكن إحنا كثير فرحانين بمجيء الرهبان يمنا يقوونا ويقوون إيماننا ويكونون حاضرين دائما معانا رغم الخطورة والأوضاع، لكن هم حاضرين معانا بفرح أيضا. فإحنا كثير نشكرهم على وجودهم معانا ونشكركم على الدعوة، وإن شاء الله نشوفكم.